احنا بوضع صفر، اذا في تحت صفر شيء احسن بيكون هو. انا حملي هذا ابقى ابيعه بيوم، اليوم بقعد معي 10 ايام، كنت يوم اجي، لا ما بقدر اجي غير يومين 3 ايام بالجمعه. يلخص هذا الفلسطيني ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية الغير معهودة في الضفة الغربية بعد أحداث 7 أكتوبر، فحاله حال الكثيرين. ضاعتنا زاكي، ضاعتنا طازة اللي عباله أكل زاكي الزمسمية. ويظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية انكماش الناتج المحلي بنسبة مذهلة بلغت 83.5% في قطاع غزة، وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية. وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية بأكملها قد تقلص بمعدل 32.8%. السلطة الفلسطينية قريبة جدا من الوصول إلى مرحلة تعجز فيها عن تقديم الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية. أموال العائدات الضريبية التي تشكل 70% من نفقات السلطة الفلسطينية متوقفة تماما منذ 7 أكتوبر. البطالة في الضفة الغربية تجاوزت 50%. الحركة التجارية تراجعت بنسبة لا تقل عن 45%. وتبدو محل بيع المجوهرات وسط الضفة الغربية المقياس الذي يدل على سوء الحالة الاقتصادية التي تعيشها العائلات الفلسطينية التي فقدت مصدر رزقها وبدأت منذ أشهر ببيع ما تملكه لسد احتياجاتها. الواحد ببيع ذهب مرته خاصة فترة ما بعد الحرب، الناس كثير صارت تبيع ذهبها، وخاصة العمال اللي بيشتغلوا بإسرائيل قطاع خاص، الأغلبية يعني قطاع خاص زي العمال، زي العمال في إسرائيل كلها وقفت، يعني حوالي 250-300 ألف عامل في إسرائيل كانوا ينقطوا في حركة السوق الفلسطيني، هذول وقفوا ما في دخل، وهذا حياتهم أول بأول. وتبلغ قيمة الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية ما تجاوز 10 مليارات دولار، سواء لموظفيها المدنيين والعسكريين أو لبنوك محلية وخارجية ومقدمي الخدمات في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة، حيث وصل إجمالي الأموال التي تحتجزها إسرائيل ما يقدر ب6 مليارات شيكل. من جانبها تقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل. يشهد الاقتصاد الفلسطيني واحدة من أكبر الصدمات في تاريخه، أقل ما يمكن في وصف المشهد الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بأنه ميت. وقد تكون 13 عملية سطو على بنوك بالضفة الغربية في أقل من 6 أشهر مقدمة لوضع لا يحسد عليه الفلسطينيون اقتصاديا. ضياء حشية، الغد، رام الله.